والسعادة على أحلى مشاهدين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم. وحقيقي أنا فرحانة جدا 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 إن أنا داخلة السنة دي بيكو ومعاكم، وأحب أرحب معاكم بصديقتي أرو. أهلا بيك يا أرو. أهلا بيك يا منى. حقيقي من أول لحظة انتهت فيها سنة 2020 وبدأت السنة الجديدة، وفي ناس كتير جدا مصممين على دعوة واحدة في السوشيال ميديا ولاقيها متكررة، وهي ان ربنا يجعله عام العوض وجبر الخاطر وتحقيق الامنيات. وحقيقة الدعوة دي لما كتر ما هي اتكررت ركزت فيها جدا ووقفت على كلمة جبر الخواطر، عشان كده قررنا النهاردة ان احنا نيجي نتكلم معاكو عن جبر الخواطر، وده اللي هتقدمه الاعلامية اروان نقراس. اهلا بك يا منى، عامله ايه؟ الحمد لله. الحلاوه دي حبيبتي. موضوعنا النهارده ليه اثر كبير جدا في حياتنا وحياه غيرنا، وزي ما كلنا عارفين ان في عيادات كتير بتقربنا من ربنا وبتقربنا من ربنا، النهارده موضوعنا عن عباده من العبادات دي، رغم ان هي سهله وبسيطه الا ان اثرها عظيم جدا، وهي جبر الخواطر. هو يعني ايه اصلا جبر خواطر؟ مبدئيا كده كلمه جبر جايه من الجبيره اللي هي بترمي بالكسور والعظم المكسور، فكلمه جبر خاطر يعني انا ارمم قلب حد مكسور او حزين، ده معنى الاسم بتاع جبر الخواطر. جبر الخواطر هنا في قصه حلوه قوي بتقول كان في طبيب راح لشيخ وقال له عايز يعرف ايه اكتر حاجه تزعل ربنا قوي، ايه اقصى حاجه ممكن ربنا يزعل مننا، فقال له انك تكسر قلب مسلم. يعني انا لو كسرت قلب مسلم دي اكتر حاجه تزعل ربنا؟ قال له ايوه طبعا. فالدكتور روح وهو مروح قابل جاره فقال له ايه؟ قال له ايه يا منى ركزي معاكي. فقال له دلوقتي انا عايز اعرف، عايزك تعدي على حماتي وهي في المستشفى تجبر بخاطرها. فالدكتور قال له مشي، وكلمتين جم مع بعض كده فحس بتاتش، فراح عشان يجبر بخاطرها في المستشفى. وهو رايح وهو طالع على السلم بتاع المستشفى حس بضيق في قلبه، فعرف ان دي ازمه لان هو دكتور، راح بسرعه لدكتور في المستشفى علشان يديله حقنه. فبعديه بعد ما اداله جه يديله الحقنه قال له والله لو كنت اتاخرت 5 دقايق بس كان زمانك دلوقتي ميت. سبحان الله. هو قال له انا ما كنتش جاي على فكره عشان عارف ان عندي ازمه دلوقتي ولا حاجه، انا كنت جاي اكبر بخاطر مريض هنا في المستشفى فجبر الله بخاطر. شفت جبر ربنا؟ لما انت تجبر بني ادم ربنا بيعوضك وبيجبر خاطرك بطريقه عامله ازاي. اكيد احنا قررنا النهاردة نيجي نكلمكم عن جبر الخواطر، لان ده شيء عظيم جدا 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 وكلنا محتاجين، حتى الانسان السعيد محتاج كلمة تجبر بخاطره بيها عشان تكمل ابتسامته، الانسان الحزين والمهموم محتاج كلمة تهون عليه وتخرجه من المود اللي هو فيه، حتى الانسان المتزوج والمتزوجة محتاجين من بعض كلمة حلوة تهون عليهم عشان يقدروا يكملوا تل مسؤولية الهموم بتاعت البيت والعيال اللي وراهم، حتى المطلقة والمطلق محتاج كلمة تكبر بخاطره بيها عشان تحسسه ان مش ده نهاية العالم اللي انت وصلت لها عشان حياتكو تسيبوا بعض، دي مش نهاية العالم، وان لسه ربنا هيعوضكو بانسان يرسم الضحك على قلبكو ووشكو. حتى الانسان العازب او الارملة محتاجين برضو كلمة تهون عليهم وحدتهم وتحسسهم ان بعد الصبر خير وجبر وعوض، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجبرهم باذن الله. حتى كمان الاطفال محتاجين اذا كان ابنك شاطر ومتفوق محتاج كلمه ان هو ان شاء الله هيوصل، كلمه تديله امل حتى لو كان فاشل، محتاج تجبر بخاطره عشان يثق في نفسه وفي ارادته وان هو ان شاء الله لو ذاكر وعمل اللي عليه هيوصل باذن الله. كل واحد فينا اذا كان كبير صغير محتاج كلمه تجبر بخاطره، حتى اللي عنده وظيفه محتاج كلمة حلوة يتقن بها عمله ويخلص بها عمله بيها، حتى الإنسان المتقاعد محتاج كلمة احمد ربنا ان انت قاعد بصحتك، في ناس كتير قاعدة عشان صحتهم مش مساعداهم، وقس عنده بس وربنا هيرزقك. فعشان كده قررنا ان احنا نيجي نتكلم معاكم في الموضوع ده، لان كل واحد فينا اذا كان صغير او كبير محتاج كلمة تكبر بخاطره. وكمان يا اروى يعني كلمة جبر الخواطر دي وشيء جبر الخواطر ده عظيم جدا واسهل حاجه، مش محتاج ولا اي تكاليف ولا ماديات، ده بكلمه حلوه بس منك او بابتسامه في وش الناس تقدر تجبر بيهم قلوب وملايين.
عبادة جبر الخواطر. جبر الخواطر دي بتسمى عبادة على فكرة، لأن وهي كمان أعظم عبادة ربنا وصانا بيها، حقيقي. هي جبر الخواطر. جبر الخواطر مش بيحتاج مننا لا وقت ولا مال ولا مجهود عشان نعمله. ليه ما نخليش الدنيا سهلة وجميلة ونجبر بخاطر بعض وكلماتنا تبقى راسية كده وطيبة وخفيفة على قلوب غيرنا؟ جبر الخواطر ليه أشكال كتير جدا، ممكن تكون بابتسامة صافية أو كلمة حلوة لصاحبتك أو صاحبك أو حتى حد أنت ما تعرفهوش، عدي عليه في الشارع كده قولي كلمة طيبة، ابتسمي، يعني خلوا الدنيا تكون سهلة. جبر الخواطر ليه شكل كمان، ممكن يكون بابتسامة صافية أو أنت مروح الشغل قابلت زوجتك طبعا، فعاملة بقى أكل ومحضرة ومجهزة، هتقول لها الله تسلم إيدك الأكل حلو قوي النهاردة، كتير. بتهون وبتشيل هموم اليوم كله من على فعلا كتافها. فعلا. ولو انت كمان جوزك راجع في عز الحر هلكان من الشغل وقلتي له ربنا يخليك لينا يا رب وطبطبتي عليه، دي هتنسيه تعب اليوم كله وهتفرق جدا جدا في يومه. تعلموا ان انتوا تبقوا كلماتكم رقيقة وجميلة، وبلاش كلمة بقى اصل انا دبش وكده، لا لا لا، مفيش حاجة اسمها دبش، ده سوري يعني، بس بيكون فيها كلمة تانية انا مش حابة اقولها، بس هي متقالش عليها قلة دبش. ذوق، فلازم الواحد يكون عنده احترام في بالظبط، كلامه وذوق في كلامه. ده لازم، بالظبط. يعني لازم اكون عندي وخايف على مشاعر اللي قدامي كأنها مشاعري انا، مش هرضى ان حد يقول لي كلمة تجرحني انا كمان ما اقولش كلمة تجرحني. تعلموا ان انتوا تجبروا خاطر بعض وبتبقوا كده حلوين وهاديين وراسين، الدنيا مش مستاهلة اي حاجة، ولا ايه؟ حقيقي. في قصة جميلة جدا عن جبر الخواطر، وهي ان دكتور حسام الموافي، لم اشهر دكتور باطنة في مصر، لما دار حوار بينه وبين الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه وسأله ايه اكتر حاجة إيه اعملها تقربني من لربنا، راح قال له قول انت يا دكتور، راح قال للشيخ هل الصلاة، هل الصوم، هل الحج، هل الصيام، راح قال له لا، عبادة جبر الخواطر. فعبادة جبر الخواطر دي عبادة عظيمة جدا وسهلة جدا، ده بضحكة ولا بنظرة، بنظرة فيها فرح وسرور اللي قدامك، تقدر تفرحه وتخليه طاير من فرحة بكلمة واحدة بس منك. وحقيقي المشكلة ان احنا دلوقتي يا أروى بقينا نتباهى بكسر الخواطر فعلا، وقول اصل انا دبش حقيقي، وبقينا دلوقتي بقينا نتلم في قعدة، ده يقول ايه ده انت عارف فلان كسرت بخاطره وقلت له كلمة تكسفه، ده انا كسفت جبهته، ده انا خليته قاعد في نص هدومه، وقاعدين يتباهوا ويحكوا ويضحكوا في مين حرج التاني اكتر، وهم حقيقي ما بيتباهوش غير بقلة اصلهم وبقلة وعيهم انسانيا واخلاقيا ودينيا، لان كسر الخاطر دي يعني ابشع حاجة ممكن تقدمها للانسان حقيقي، لان كسر الخاطر ده يا اروى بيخلي عندك خلل في ثقتك في نفسك، بيدمر نفسيتك، بيدمر مشاعرك، بيدخلك في حالة اكتئاب، واحنا شاهدنا الايام اللي فاتت ناس كتير انتحرت بسبب ضغطهم النفسي وبسبب التنمر. فهتكسب ايه لما توصل انسان للمرحلة دي ومرحلة الاكتئاب دي؟ تعالوا بقى اقول لكم على عظمة جبر الخواطر. جبر الخواطر ليه ثواب كبير جدا وعظمة كبيرة جدا، ربنا ادى جبر الخواطر ثواب اعظم من الصلاة والصوم والزكاة. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ فقد قالت الله تعالى ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ربنا في الايات دي اخر الصلاة للمرتبة الثالثة بعد جبر خاطر اليتيم، لان كلمة يدع اليتيم يعني يجبر بخاطره. وزي ما قال كمان الإمام سفيان ما رأيت عبادة أجمل وأعظم من جبر الخواطر. كل دول قالوا مفيش حاجة أحسن من جبر الخواطر، نيجي إحنا نعمل عكسها؟ يا جماعة دي أكتر حاجة تخلي ربنا يتضايق ويزعل مننا ويغضب علينا، هو أن إحنا نجرح حد أو نكسف حد أو نكسر بخاطره. وعلى فكرة هو ممكن لو أنت كسرت بخاطره حتى بضحكة أو تريقة، زي مثلا دي مش عارفة إيه، دي تخينة، أنت مش ناوية تخسي بقى، كل الكلام ده ممكن هي تضحك ساعتها وتعديه عادي خالص، بس في نفسها هيبقى وراها دموع وألام وحزن كبير جدا أنت سببته، وده هيغضب ربنا منك. خلينا ماشيين بالحياة تبقى بسيطة وجميلة
وحلوة، وان احنا نبقى ماشيين في الشارع. والله انا عن نفسي بعمل كده، بمشي اي حد، اي واحدة حلوة بتقابلني بقول لها انت حلوة. انا اكتر حاجة نمشي نعاكس في بنات الناس والله عادي. بمشي اقول لاي راجل كبير طيب وغلبان ادعي لي يا حاج، ادعي لي وربنا يبارك لك يا عمو. يعني الكلام ده بيهون كتير قوي. اكيد اكيد، ويعني وربنا جعل لنا امثلة جبر الخواطر سهلة جدا وبسيطة. يعني مثلا ان انت تروح تعزي حد وتواسيه في شدته، ده جبر خاطر. انك انت تساعد زميلك في الشغل اللي مش قادر على عمله، ده جبر خاطر. انك تدي لطفل في الشارع شوكولاه او بنبوني حتى لو كان غني او فقير، ده جبر خاطر. انك تبتسم في وش عامل النظافة او في وش العامل اللي بيجيب لك كوباية القهوة الصبح، ده برضو جبر خاطر. انك تهادي زوجتك او انت تهادي زوجك، ده جبر خاطر. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بالظبط قال تهادوا تحبوا. ده ممكن كلمه واحده، يعني ممكن تهدي زوجتك دي بكلمه واحده تخليها طايره. والله احنا فعلا واحده ممكن بيضحك علينا تكسر بالكلام. ايوه والله العظيم احنا حقيقي كده. وكلمه واحده كمان تنزلنا سابع ارض وتكسر بخاطرنا وتخلينا طول اليوم متوترين وزعلانين. وازاي ده قال لي كذا بنفكر فيها ليالي على فكره، ده قال لي كذا، طب يا ترى انا فعلا كده؟ ونخاف بقى، وثقتنا كمان هتقل جدا جدا لان ده بيأثر على الثقه، فمش هيحصل اي حاجه لو احنا طمننا بعض. انا عن نفسي وانا ماشيه بالعربيه بحط معايا كده بونبون او حاجه زي ما منى قالت، اي حد بيقابلني بديها له، وبتلاقي السعاده اللي هو فيها ايه ده، فرح بقى وحاجه والله، بسيطه وحاجه واكيد انك بسيطه ومش فعلا هتكلفني فعلا. بس شوف بقى ثوابها عند ربنا، ربنا قال ان دي اعظم عباده عنده، اعظم من الصلاه، اعظم من الصوم. فانت لو عملتها وبونبون حتى، فشفت يعني حاجه بتخليه في منتهى السعاده يا منى. حقيقي حقيقي. وبقى من كثرة الخاطر اللي تيجي من أقرب الناس ليك، اللي هو شخص معتبره حبيبك وصاحبك وبتحكي له كل حاجة، وتلاقيه فجأة هو أكتر إنسان بقى يكثر بخاطرك بأفعاله قبل كلامه، اللي هو فجأة بعد ما كان حبيبك يا أروى يبقى عدوك. تسأل نفسك 100 سؤال، أزعل على نفسي ولا عليه ولا على العشرة اللي ضاعت منا وعليه، ولا ازعل ان انا جيت على نفسي بدل المره 1000 مره عشانه. وحقيقي بلاش نثق في حد، لان الضربة الكسر الخاطر دي بتيجي من القريب قبل الغريب. يعني في قصص كتير اتحكت لي وشفتها، ان يعني ناس يبقوا من لحمك ودمك وهما اللي يتكلموا عليك بالسوء في ظهرك. يعني حقيقي اللي أيوة. هو حاجه تحزن القلب، حد من لحمك ودمك هو اللي يتكلم عليك، بتلاقي نفسك ساعتها جالك خلل في ثقتك في الناس، اللي هو ده حد من قريبي، يعني حد من لحمي ودمي هو اللي عامل فيا كده، امال الغريب هيعمل فيا ايه؟ لو ما ثقتش في القريب هثق في الغريب ازاي؟ يعني لو القريب هو اللي محبليش الخير، امال مين اللي هيحبلي الخير؟ ففعلا قصر الخواطر ده حاجة بشعة معانا جدا اتصال جدا. يا منى. مين بقى؟ ايمن اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. ممكن اشارك يا فندم في جبر الخواطر لو سمحتي؟ اكيد طبعا اتفضل تنور. والله انتوا كلامكم طيب جدا، وخصوصا جبتوا كلام فضيله الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. رحمه الله. احنا كمصريين اصلا عندنا حب الغير، وعندنا واحنا شعب عطوف وبيفكر دايما بقلبه اكتر من عقله كتير. وامثله ضرب جبر الخاطر ديت انت عارف حضرتك عامله زي ايه؟ زي جبر الكسر العظم المكسور. يعني واحد يقول لك مثلا دراعه مكسور، في عظمه مكسوره، نروح نجبرها نلبسه الجبيره. فالخطر ده مش ممكن يكون بس مصلحه للمقابل، ده ممكن يكون مصلحه ليا انا. يعني لو واحد مثلا فقير مثلا عزمني على حاجه من جيبه هو، لما انا اخدها منه اقول له شكرا، يعني هو يعني ده اسمه جبر خاطر، مش بس جبر خاطر انا ادي. صح. ده احيانا كتير جدا جبر خاطر بيكون لمصلحتي كمان ان انا اخد، وده بيعمل بوزيتيف اتيتيود، اتجاه ايجابي حوالين جسم الانسان. الناس لما تشوفه تحبه، يحصل بقى عنده قانون التجاذب، لو اوف اتراكشن، يجذب كل شيء طيب في المجتمع وينجح ويبقى عنده طاقه ايجابيه جميله جدا تساعده، خصوصا في الايام اللي احنا فيها في الكورونا وغيره، دي تشجع من معنوياته ويبقى المجتمع فيه تفاضل وحب زي المجتمع المصري. يا ريت كل العالم يكون زي المجتمع. كلام حضرتك رائع جدا جدا جدا، وفعلا يعني جبر بايدك الخاطر فيه. دي فعلا اعظم حاجة، عشان كده بنفرح جدا. شكرا لما لاتصال حضرتك. شكرا جدا لاتصالك، وعشان كده بنفرح جدا لما بنسمع دعوة ربنا يجبر بخاطرك.
ربنا يكبر بخاطرنا جميعا، ويكبر بخاطرنا وعلى قلوبنا وعلى حياتنا. اللهم امين يا الله. كملي يا رب. فجبر الخاطر بيكون ليه حاجات واشكال كتير جدا زي ما احنا قلنا مع بعض، وانا فعلا من انواع جبر الخاطر المكالمه اللي جت دلوقتي انا فرحت بيها، فرحت ان هو قال رايه ودخل وشارك. يعني حقيقي حقيقي عايزين كمان بقى يعني ندي نصايح كده، بما اننا داخلين على سنه 2021، ان احنا كلنا عايزين نتعلم جبر الخاطر. بلاش نبقى دبش مع حد، محدش يقول انا بتكلم كده عشان هي دي طريقتي دبش. لا، في حاجه اسمها ذوق في الكلام، في حاجة اسمها فن اختيار الكلام، في حاجة اسمها ان لسانك حصانك، اذا صمته صانك. فعشان كده كلنا عايزين نتعلم جبر الخاطر. دي حاجة. تاني حاجة، يا ريت اي اتنين مرتبطين ببعض وحابين ان هما ينفصلوا عن بعض او يفركشوا، ايا كان بقى زواج، خطوبة، ايا كان النوع، خليه اللي هو النهايات تبقى اخلاق فعلا. لان في ناس كتير تبقى صدمتها مش انها سابت فلان، لا، صدمتها في الكلام اللي اتقال والفلان ده بيسيبها. ازاي يكسر بخاطري ويقول لي كده؟ ازاي اهون عليه يحيد فيا ويقول لي الكلام ده؟ فعلا بيدمر نفسيتها فعلا. يا منى، انا كنت قاعده في قاعده قبل كده انا واصدقائي، وشايفه بنت عايزه تغني ومحرجه ان هي تغني، لا يطلع صوتها وحش عشان هما ما يتريقوش على صوتها. فانا قاعده بقول لها يا بنتي غني، احنا صوتك حلو ما شاء الله، غني قولي حاجه. فبعدين قعدت تغني، هي صوتها كان حلو بلاش اقول عشان هي اكيد بتفرج دلوقتي جبر الخاطر، صوتك قمر، صوتك قمر، اكيد شبهك. ولما بدات تغني لقيت ان البنات قعدوا يضحكوا ويتريقوا، انت عملت لنا تلوث سمعي، انا صوتي وانا ودني وجعتني والله العظيم. يعني انا اتضايقت جدا عشانها، حتى قلت لها لا انت صوتك حلو جدا. يعني على فكره في ساعتها قعدت تهزر وضحكت وعادي والموضوع عدى، بس لما بالليل قعدت تعيط ورنت عليا وكلمتني. بصي انا قلت كل حاجه على الهواء بس انا بقول ان احنا دلوقتي ممكن ان انا خايف اعمل اي حاجه عشان خاطر اللي قدامي ما يتريقش عليا، عايزه اسال على حاجه او كده، خايفه لا ده هيتريق عليا، ده مش عارفه ايه. اتعلموا يا جماعه، يعني الكلام ده بيكون خفيف جدا. انا دلوقتي قابلتك قلت لك الله انت جميله قوي، هتعمل بصي فرقت معاكي 180 درجه، كلفتني انا حاجه ولا اي حاجه، انا كاني ما قلتش حاجه اصلا. يعني اللي هو انا ماشيه كده يا دوب ورده معايا اديتك، قلت لك الورده دي تستاهل تبقى في ايد ورده زيها. دلوقتي انا اديتك الورده انت فرحتي جدا، وبصي كنت هتطيري من الفرح، بس فرقت معايا انا في حاجه ما قصرتش معايا في اي حاجه. فلازم نتعلم ان احنا نجبر بخاطر بعض ونوقف جنب بعض. ولو انت مثلا صاحبك، اخوك، عدوك حتى غلطت فيه ولا اي حاجه، فلازم انت تجبر بخاطره وتقول له يعني انا اسف على اي كلمه وحشه قالت مني او طلعت مني. لازم نعمل كل الحاجات دي. اكيد. يعني في ناس من كتر ما هي بتبقى خايفه الناس تكسفها بتبقى متوحده، قاعده في اوضتها ما بتتكلمش، خايفه تبقى اجتماعيه وتدخل في قاعده لحد يكتفها، حد يقول لها كلمه، ما عندهاش يعني مثلا تقيله في الكلام شويه، ما عندهاش لباقه في الكلام. انا كنت في يوم من الايام كده ما عنديش لباقه في الكلام، حقيقي ما كانش عندي لباقه في الكلام، ما كنتش بحب ابقى اجتماعيه. حتى لو قعدت في قاعده اللي هو ماليش ان انا اخش معاهم واتكلم واتعلم الكلام والكلام ده، عشان خايفه حد يكسفني. بس حقيقي ثقتك بنفسك بتغير الانسان اللي قدامك يعني حتى ألو؟ لو معانا دكتور يسرى. الو. ايوه. ألو؟ يسرى ازيك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انت وحشانه قوي. الف مبروك على البرنامج الجميل ده، انا متابعاه وهو بجد برنامج جميل وان شاء الله هيكسر الدنيا. انا فرحانه قوي عشانكم يا حبايبي. الاعلاميه الكبيره بتاعتنا، انت قدوتنا فعلا يا يسرى. ربنا يخليكي يا حبيبه قلبي، انت اللي حبيبتي والله يا منى. المكالمه دي بجد شرف ليا وفوق راسي. انت حبيبه قلبي وان شاء الله كله في الكنترول عندك، هتبقي احسن مذيعه في مصر باذن الله. حياتي حياتي حبيبه قلبي. وانت جميله ولبسك جميل وشيك وكل حاجه حلوه والبرنامج جميل اكيد، ان شاء الله البرنامج هيكسر الدنيا. انت سلمولي على حسن وياسمين وكلكم في الكنترول متجمعين. لا هي مش وراها حلقه النهارده، مش وراها حلقه النهارده في الكنترول. ربنا يوفقك في برنامجك يا ربي حبيبه قلبي.
ربنا يخليكي حبيبه قلبي، تسلمي حبيبتي، وفرحانه لك جدا على القناه الجديده اللي انت هتروحيها باذن الله. ربنا يديم عليكي ادم الخير. انا رحتها بقى وسجلت اول حلقه النهارده. مبروك مبروك، الف مبروك. ان شاء الله والله تستاهلي احلى قناه في الدنيا، اعلى المراكز واعلى القنوات، وتبقوا من احسن لاحسن يا رب. اللهم امين يا رب. تسلمي لنا يا رب يا حبيبه قلبي، بجد يا صوتك لوحده فرحنا. دي استاذه يسرى عزيزه وبجد قدوتي، صاحبه برنامج حوار مع يسرى، صديقتنا الغاليه، تابعوها جدا. بشكر جدا ما شاء الله، بشكرك جدا يعني. على الاتصال. حوار مع يسرى، برنامج حوار مع يسرى ده انا كنت اول ظهور لي على التلفزيون، كنت ضيفه معاها، وحقيقي بجد 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 كنت فخوره جدا، ولحد النهارده ان انا كنت طالعه معاها ضيفه، حتى النهارده ان انا بقى عندي برنامج والكلام ده، اقول فعلا احلى حلقاتي وفخوره بيها ان انا كنت طالعه فيها مع يسرى، وكانت في نفس الاستوديو ده وكان في نفس القناه. ما تيأسوش يا جماعه، مفيش اي حاجه بعيده عن ربنا، احلموا احلموا وربنا هيحقق لكم اللي انتوا عايزينه. عمره ما ربنا كسر بخاطر حد، يمكن انسان يكسر خاطر انسان زيه، لكن عمره ما ربنا يكسر خاطر حد متعشم فيه. عشان كده حاولوا على قد ما تقدروا، ما تحطوش يكونكم في حد غير الله تعالى. معانا تليفون، معانا فيديو تقرير قصير دلوقتي. رجعنا لكم تاني بعد التقرير الصغير ده، وعايزه بقى اقول لكم كلمه سريعه، كلمه سريعه هي ازاي ندخل سنه 2020 2021 ببدايه كده ونحقق احلامنا وتكون سنه سعيده علينا. ثلاث حاجات لازم نعملهم في السنه اللي فاتت عشان نتعلم في السنه الجديده منهم، ما تبقاش سنه ضاعت من عمرنا وخلاص. لازم نكتب الاخطاء، رقم واحد نكتب الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها وناخد بالنا منها كويس قوي وما نكررهاش، ونقول لربنا يا رب سامحنا على الاخطاء دي ونحاول ما نكررهاش. اتنين، نكتب الدروس بقى اللي انا عايزة اعملها، الدروس اللي انا اتعلمت منها والحاجات اللي انا عايزة اتعلمها في السنة الجديدة عشان تكون سنة سعيدة علينا كلنا، ونكتبها في ورقة نحطها عندنا في الأوضة ونركز قوي عليها عشان نحققها. وخليك فاكر كويس قوي ان الانسان بيساوي الاهداف اللي هو عايز يحققها. ودلوقتي خلاص حلقتنا خلصت، كان نفسي نكون في وقت اكتر بس مع الاسف الوقت انتهى. بشكركم جدا مشاهدين، احلى مشاهدين في الدنيا، وبشكر منا طبعا نورتنا النهارده ومنورانا كل حلقه. قاعده على استنونا في حلقه تانية، وهابي نيو يير، وما تروحوش في اي حته. باي باي.